هذا هو الشاشة أو ليكرون ديال لا ماشين. هذا كيمكننا أننا شنو نديرو فيه، كنستعملو كاع الوسائل اللي نبغي نخدموها في الرشامي أو لا في لا ماشين، كنخدمهم من هذا الاتجاه. من هنايا أي حاجة كنبغيو نخدموها كنخدموها من هذا الشيء. مثلا أول حاجة كيف قلنا من قبل في التسجيل، من هنا كنبداو كنسجلوها، كيكون الخزان ديال هذا الشيء ما كاينش هنا. هنا هاد الميموار هذا او ليكرون ما فيه والو، فيه غير شاشه و بوطونات. اما الخزان والبلاصه اللي فيها لي كارت ديال لا ماشين اللي كيتخزن فيهم البروغرامات واللي كيتحكموا في الماكينه كلها، فهم ما كاينينش في هذه المنطقه هذه، فانما كاينين تحت الماكينه، كيتواجدوا هنا تحت الماكينه في هاد الصناديق اللي كتكون هنا تحت. هادو من بعد غادي نشوفوا كل حاجه ديالش ان شاء الله. هنا فين كيتم التخزين، وهادو هما اللي كيتحكموا في لا ماشين من ناحيه الخدمه، تخدموا ولكن يوقفوها الموتور يفراني يضربوا فيل قطع الخيط كاع كل شيء تقريبا كاين هنا في المنطقه هذه. بما هذا كيمكن لنا نخدموا فيه كنتحكموا مثلا في الإباري، كنتحكموا في التسجيل ديال الرشامي، كنمسحوهم كنجبدوهم هنا ونرجعوهم. كيتحكم لينا في القليب، مثلا بغينا نقلبوا ليبي لي كوب فيل، حكموا في الكادر ديال الماكينه سميتو الموني ديالها. دابا نبدل شي حاجه في البارامتر ديالها، يعني تقريبا هذا هو الحاجة الأولى اللي كنخدمو بها في لاماشين، كنستعنو بها هو هاد الشاشة اللي كنخدمو فيها. كي قلنا هادشي وملي كنسجلو لاماشين أو شي حاجة ما كنبقاو نستعنو حتى شي حاجة فيه. لاماشين هذا ما كيبقاش خدام، ملي كتكون الماكينة خدامة كدور ما كيبقاش خدام فيه حتى حاجة، ما يمكنلك تكوشيها حتى حاجة ما كتخدم، كيتستعمل غير ملي كتكون الماكينة واقفة وحابسين الطرزانه خدامه من حتى حاجه. عادي يمكن نخدمو فيه ونديرو هادشي اللي كنا كنقولو دابا انه خصو يدار. اما ملي كتخدم الماكينه كلشي كيتحبس، كتكون دايره ما كتبقى تخدم حتى حاجه، ولا وقفات الماكينه مثلا وباقي الوسط ودانا شي حاجه مثلا غير حلينا صافي كتعاود نرشم من جديد. يعني هذا اللي كيخدم في هاد لاماشين، اون فوا تسجلو الرشامي ديالكم مثلا كنحبسو ما كنبقاو نديرو حتى شي حاجه فيه، ما عدا الا بغينا غير كادر ونشونجيو الايبيري صافي نديماريو ما كنبقى تقاس فيه حتى حاجه. ملي كنديماريو لا ماشين عندنا الخدمه باش كنخدمو لا ماشين ونوقفوها، ما كايناش هنايا في هاد لا ماشين، كاينه في منطقه اخرى. من هادي كنخدمو الماكينه ونوقفوها من هنا. هذا ما يخص هاد الشاشة أو ليكرون.